اسأل أكثر. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكدت النيابة السعودية ما تردد من أنباء عن اعتقالها 11 أميرا بعد إصرارهم على التجمهر في قصر الحكم في الرياض للمطالبة بإلغاء الأمر الملكي الخاص بوقف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء والتعويض المادي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم. ووفق نص البيان، فقد رفض المحتجون أوامر بمغادرة المكان في تحدي نادر للسلطات التي أمرت بإيداعهم سجن الحائر في الرياض. تطور يأتي في وقت تتواصل فيه تسويات مالية مع عشرات من أفراد العائلة المالكة ومسؤولين حاليين وسابقين بعد احتجازهم في حملة غير مسبوقة على الفساد. وفيما يرى البعض في تلك الحملة بداية إصلاحات جريئة بعد سنوات من التراكمات يعتبرها آخرون تعزيزا لسلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذريعة لإقصاء منافسيه. فهل يؤشر احتجاز الأمراء الجدد على حزم السعودية في مكافحة الفساد؟ وكيف ستؤثر سياسة العائلة الحاكمة على علاقتها بأجنحتها الأخرى؟ نتناول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام في حوارنا اليوم من اسأل أكثر، وأرحب بضيفي الكريم في هذا الحوار من جدة الأكاديمي والباحث السياسي خالد بطرفي، وننتظر على أن ينضم إلينا أيضا خلال هذه الحلقة من الكويت الإعلامي والخبير القانوني الدكتور عبد العزيز بدر القطان، نأمل أن ينضم إلينا بين الحين والآخر. يمكنكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر @RTArabic عبر الإجابة عن السؤال التالي: هل ترى في اعتقال 11 أميرا حزما سعوديا في إنفاذ القانون على الجميع؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال، كما يمكنكم أيضا المشاركة في التصويت من خلال موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com. أرحب بك أستاذ خالد بطرفي من جدة، وفي انتظار أن ينضم إلينا ضيفنا الثاني عبد العزيز بدر القطان من الكويت. نبدأ معك. السؤال المطروح على الموقع: هل ترى في اعتقال 11 أميرا حزما سعوديا في إنفاذ القانون على الجميع؟ بالتأكيد أنا صوتي إلى صوت الأغلبية التي صوتت. طيب، يعني الذين تظاهروا في قصر الحكم في الرياض، يعني هل الدوافع كما ذكرت وسائل الإعلام وذكر البيان كانت احتجاجات على دفع فواتير الماء والكهرباء، خصوصا وأنه هؤلاء أمراء؟ وأعتقد أنه هذا الأمر سعودي البسيط، فما بالك بأمير؟ هذا الأمر لا يعجزهم بالنهاية. هذا صحيح، ولكن طبعا يكون عندك شقة صغيرة مش زي ما يكون عندك فيلا، مش زي ما يكون عندك قصر. مصاريف الكهرباء تختلف، هذه واحدة. اثنين، أنا طلعت على تقرير شركة الكهرباء أخيرة أنه هناك حوالي 2 مليار ريال سعودي على البي آي بيس، الشخصيات الهامة، وأعتقد المقصود الأمراء. يعني هذا الرقم هائل، وكانت المطالبة عليه مستمرة لوقت طويل، ثم تكفلت الدولة بدفع على أن تخصم من مخصصاتهم. وبالتالي أعتقد أنه كانت ردة فعلهم أو من بعضهم هؤلاء الذين اعترضوا عليها، لأن المطلوب منهم ليس فقط دفع من الآن فصاعدا، المطلوب أن يدفعوا المتراكم عليهم خلال السنوات الماضية، وهذا قد يصل إلى الملايين لكل شخص فيهم. طيب، أنا لم أفهم جيدا هذا الموضوع لديكم في السعودية. كانت الحكومة تدفع فواتير الماء والكهرباء عن هل هذا الكلام سليم؟ هذا الكلام صحيح إلى يعني إلى حوالي 2003 2004، ثم في عهد الملك عبد الله رحمه الله صدر أمر بأن يدفعوا كل ما عليهم من فواتير كاملة، سواء كانت كهرباء أو ماء أو هاتف، أيضا أشياء أخرى كانت يعني تعطى لهم، تذاكر سنوية، مزايا قلصت إلى حد كبير.
البعض سوى ما عليه ودفع أولا بأول، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة بالنسبة له. البعض الآخر تأخر، صارت عليه تراكمات وبلغت إلى أن وصلت مجموعها إلى حوالي 2 مليار ريال، فكان لا بد من حسم. طيب هذه ما الجديد في يعني ما الجديد في الأمر الملكي والعزم؟ طيب ما الجديد في الأمر الملكي إذا كان صدر أمر في 2003 كما ذكرت أنه وقف الدفع وعليهم أن يدفعوا بأنفسهم، ما الذي استجد هذه المرة؟ إلزامهم، إلزام الذين تأخروا عن الدفع بدفع ما عليهم بأثر رجعي. ومعظم الأمراء دفعوا، لكن هذه الفئة يعني رأت أنه ليس من حق الدولة أن تسحب ميزة كانت لهم، أو أنهم يستطيعون الدفع. أنا لا أعرف بالضبط ماذا قالوا، ولكنهم هم كانوا محتجين على أنهم ملزمين الآن بالدفع. طيب يعني هناك من يرى بأنه هذه مجرد مبرر، وأنه هناك خلافات أخرى، هناك نقاط أخرى لم تذكر في هذا الموضوع، هل تتفق مع هذا الكلام؟ الذين يقولون ذلك سيقولون هذا دائما، يعني قالوه في كل عمل إصلاحي قامت به المملكة، يعني حتى في موضوع قيادة المرأة للسيارات قالوا أنه لضرب المشايخ أو انقلاب عليهم، يعني لن ترضيهم أبدا، لأنهم هم أعداء للمملكة ويبحثون عن أي سبب. لماذا ننظر أبعد مما أعلن؟ هل لدينا معلومات غير ذلك؟ هل لديهم أي معلومات بعكس هذه المعلومات؟ فليقدموها. إحنا كسعوديين مقتنعين، لأننا نعرف الوضع، نعرف أن بعض الأمراء وبعض الشخصيات ليست راضية عن تقليص المزايا ولن تقبله، وبعضهم ربما احتج عليه خاصة من الشباب وكذا. ما هي الرسالة؟ يعني هذا ما هي أمر طبيعي، يعني ما هي هؤلاء ليسوا بأشخاص عاديين، هؤلاء أعضاء من الأسرة المالكة، أمراء كما نقول، القبض عليهم وإدخالهم إلى سجن الحائر، وكما تقول الأخبار هذا سجن فيه كثير من المدانين بتهم خطيرة. المهم في الموضوع، ما الرسالة من ذلك أن يتم سجن أمراء لمجرد أنهم احتجوا أو طالبوا بأمر ما من الملك أو من الحكومة؟ لا، السبب ليس فقط أنهم احتجوا، هم اعتصموا، هم دخلوا إلى قصر الحكم وطالبوا واعتصموا وعصوا الأوامر التي وجهت إليهم بإخلاء المكان، يعني هذا أمر يختلف. لو أنهم استجابوا للتعليمات وأخلوا المكان ويعني تابعوا موضوعهم فيما بعد بالطرق المعتادة لما كانت هناك مشكلة. هذه المشكلة هي رفضهم لمغادرة المكان واعتصامهم ويعني التجمهر الذي قاموا به. الرسالة أعتقد الواضحة الآن هي أنه ليس أحد هنا في المملكة العربية السعودية فوق الشرع أو فوق القانون، كائنا من كان، صغيرا أو كبيرا. يعني ما حدث بالنسبة لمكافحة الفساد، ما حدث بالنسبة لأخذ القصاص في ابن عمهم، وهذه أيضا موضوع آخر كانوا يعني يطالبون بالتعويض ويحتجون على الأمر. كان أمير اعتدى على مواطن قتله، لم يسامح أهل القتيل، فأمر الملك سلمان بإعدامه بأخذ القصاص منه في الساحة العامة مثله مثل أي مواطن. فهذه رسائل حقيقة مهمة جدا، أن نحن في عصر عدالة، أن لا أحد فوق القانون، أن الجميع تحت الشرع سواء. طيب ما هو المبرر؟ ما هو المبرر؟ حتى على كل حال ما هو المبرر؟ أريد أن أرحب أيضا بضيفي من بداية بضيفي من الكويت يلتحق بنا للتو، الإعلامي والخبير القانوني الدكتور عبد العزيز بدر القطان، نريد أن نشركه معنا أيضا أستاذ خالد في هذا الحوار بما أنه التحق بنا. دكتور عبد العزيز مرحبا بك معنا في اسأل أكثر لنهار اليوم. سؤالنا اليوم الذي طرحناه على جمهورنا على موقعنا على شبكة الإنترنت وعلى تويتر، يعني هل ترى في اعتقال 11 أميرا سعوديا حزما من الحكومة السعودية في إنفاذ القانون على الجميع؟ كيف يمكن أن تجيبنا على هذا السؤال؟ مسي عليكم، مسي على الأستاذ خالد باطرفي، والله يعطيكم الصحة والعافية ولو سبقتموني يعني في قضية الأجوبة. سيدي العزيز، احنا اليوم يعني باختصار شديد نمر بظروف صعبة جدا، صعب التكهن اليوم أو إعطاء حكم
على قضية مثل قضية الأمراء ومقابل قضية الفساد سواء في المملكة العربية السعودية أو في أي دولة من الدول العربية والخليجية، في حملة كبيرة على مكونات كثيرة، على مثقفين، على أكاديميين، على أمراء، على محسوبين. هي صراع، هو الواضح أنه صراع. لا أستطيع أن نعطي رأي وحكم قاطع أن هي محاربة للفساد أو ما شبه ذلك، أو كما قيل قبل قليل الأستاذ خالد بطرفي، لسبب واحد، لأننا نستمع، ما زلنا نستمع إلى صوت واحد ورأي واحد، ما شفنا الموقف من أكثر من زاوية، لم نستمع إلى محاكمات، لم نستمع إلى كلمات، لم نستمع إلى عبارات، لم نرى يعني ترتيب قانوني كامل قامت عليه دعوة رسمية، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، إنسان كان فاسدا، إنسان كان يعني محرضا، إنسان كان تخريبيا، أيا كان، كان أميرا كان مواطنا، الشفافية غائبة في هذا الوضع السياسي الراهن في المملكة العربية السعودية. وأنا لا أريد أن أتدخل في الداخل في المملكة العربية السعودية، لأن الوضع متشابه في الكويت أو في الإمارات أو في أي دولة خليجية. اليوم قضية الحملة وتكميم الأفواه كبرت هذه الحملة، ولا نستطيع اليوم أن نجامل أو أخرج عبر أي شاشة تلفزيون وأبرر للسلطة وأبرر للحاكم. أين السلطة؟ السلطة يا سيد العزيز عندما تكون هناك دولة ديمقراطية، هناك شفافية، محاكمة عادلة، محاكمة علنية، أستطيع أن أتكلم، أنا أتكلم بالعموم. أما اليوم أنا أسمع إلى صوت واحد، صوت السلطة وصوت الحكومة، ربما تكون الحكومة فاسدة في أي بلد من البلدان، اليوم في مصر أو أتكلم عن سوريا أو أتكلم عن العراق أو أتكلم عن إيران أو المملكة العربية السعودية أو الكويت. اليوم الصوت هو صوت السلطة، السلطة تقول هذا مفسد وهذا غير مفسد، هذا الإنسان مصلح وهذا الإنسان مفسد. إذن أنا لم أستمع إلى الصوت الآخر، الصوت الآخر مغيب. لا أستطيع اليوم وأنا أرى هذه الهجمة الكبيرة على مكونات كثيرة وشرائح كثيرة في المجتمع بأني أنا أقول كما تقول السلطة فلان فاسد، إلا حتى أتعاطى أو أتعامل مع معطيات. أين المعطيات السياسية؟ أين المعطيات القانونية؟ أين المسوغات؟ أين الشفافية في هذه الأحكام اليوم؟ ومع الأسف مكينة إعلامية كبيرة جدا اليوم تروج إلى ما قال ولي الأمر في أي دولة من الدول الخليجية. وهنا المشكلة، عندما تغيب العقول العربية وعندما يخرج كاتب أو محلل سياسي ويتكلم ويبرر للسلطة. نحن لا نريد أن نعاد السلطة، أي سلطة في الخليج، إنما نريد الشفافية. هذا مكون، نحن ندافع عن المكون. من حق السلطة أن تتهم ومن حق المتهم أن يدافع عن نفسه. طيب أنت ويظهر الحقائق. يعني أنت دكتور عبد العزيز، أنت لا تريد أن تأخذ الصورة على ظاهر على ظاهرها. يعني ما يقال الآن أن هؤلاء اعتقلوا 11 أميرا اعتقلوا على خلفية أنهم ذهبوا إلى قصر الحكم في الرياض واعتصموا واحتجوا على أن الحكومة لم تدفع فواتير الماء والكهرباء أو توقفت عن ذلك أو طالبتهم بالدفع على أثر رجعي كما قال الدكتور خالد. طيب هل ترى في الأمر الصورة بهذا الوضوح أم هناك أمر آخر خلف المشهد؟ لا أستطيع أن أعطي حكم. هذه الرواية التي أنت تفضلت بها هي رواية حكومية وروج لها الإعلام الموارد للحكومة. إذا لا أستطيع أن أعطي رأي واحد حتى تكون هناك شفافية واضحة وأستمع لكل الأطراف. اليوم من يقول بأن فلان مفسد وفلان مفسد؟ معقول اليوم أنا سلطة قضائية وأنا الحكومة وأنا الرئيس وأنا المرؤوس وأنا كل شيء وأقول؟ طيب الحكومة، من يحاسب الحكومة إذا كان هناك بالحكومة فساد؟ عندما يخرج كاتب بجريدة الوطن السعودية وينتقد السلطة وينتقد الحكومة، يتم إخفاء هذا الرجل. اليوم الأكاديميين والمثقفين من ينتقد السلطة وينتقد فساد السلطة في الكويت أو في المملكة أو في أي مكان في المنطقة يقول أن فلان فاسد وتجهز له التهم. لا أستطيع اليوم أن أخذ برواية الحكومة سواء صحيحة أو غير صحيحة حتى تتكون كل أركان القضية ويكون هناك دفاع للإنسان المتهم بأي قضية. اتهمه بما شئت، تتهمه بالفساد، بالتخريب، بالتحريض، اتهمه بما شئت، ولكن اعطني شفافية ووضوح ورؤية كاملة كي يستطيع اليوم تستطيع الجماهير العربية. لكن ألا يدل هذا اليوم تغييب العقل العربي والخليجي واختطاف العقل الخليجي على كل حال هذا كلام مهم جدا. ألا يدل هذا على حالة من العدل عندما تقوم السلطة بمحاسبة المواطن تماما كما تحاسب الأمير؟ أن الأمير أيضا إذا كان فاسدا أو أخطأ يسجن ويغرم مثله مثل بقية المواطنين. هل أليست هذه صورة إيجابية؟ تفضل يا دكتور. هناك شفافية. لا، أين الإيجابية؟ نفس الروايات التي تذكرها اليوم نتهم بعض الأمراء.
أين الفساد من قبل هذه الولاية؟ من قبل أين هم قبل 20 سنة و15 سنة عندما ينتقد أي كاتب في المملكة العربية السعودية أو مثقف أو إنسان يصرخ يقول هناك فساد، يقمعون هذا الإنسان، لا تقل هناك فساد، لا يوجد فساد في المملكة العربية السعودية. اليوم لأن ولي الأمر أشار قال بأن فلان فاسد، نقول يوم كمثقفين نعم فلان فاسد. هنا مشكلة أستاذ، انتبه جيدا. وأيضا اليوم عندما نقول السلطة، هناك تسريبات وصحف أمريكية تتكلم بأن فلان أمير حصل على اليخت الفلاني وصورة فلانية لوحة ثمينة جدا، ويقولون عن قارب وقصور هذه كلها روايات أمريكية وصحف أمريكية. إذا من يحاسب المسؤول؟ من يحاسب الحاكم؟ الشفافية يا سيد العزيز. اليوم لا نستطيع أن نقول فلان فاسد وفلان غير فاسد، نريد الشفافية. أنا هنا لست معني اليوم أن أعادي نظام معين أو نتكلم عن نظام، أنا أطالب بالشفافية والحرية. أنت تتهم من تشاء. أريد أن أعود لدكتور خالد. أعطيني دكتور عبد العزيز، أعتذر منك، أريد أن أعود أيضا لأتيح فرصة عادلة لضيفي دكتور خالد. أنت وصلت متأخرا وبالتالي حاولت أن أعطيك بعض الوقت حتى نسمع رأيك في هذا الموضوع. دكتور خالد، استمعت إلى ما تفضل به دكتور عبد العزيز، هل لك من رد؟ نعم، الدكتور عبد العزيز متحمس ويعني نقدر له هذا الحماس، ولكن أود أن أوضح له بأن المرحلة الأولى تكون بالاتهام، بالقبض عليه لأن الشخص ارتكب عملا مخلا أو خالف النظام أو بيد السلطة معلومات تدينه. المرحلة الثانية يذهب إلى المحكمة ويحاكم، وهؤلاء الذين ذكرتهم الذين كان لهم اعتراضات على الدولة تمت محاكمتهم، واستمرت المحاكمة سنوات وكانت علنية وحضرها محامين ومنظمات حقوقية وصحافة وإعلام، وصدرت الأحكام عليهم من القضاء. فالمسألة ليست بهذا الشكل أن الدولة تأخذ الناس. حتى موضوع الريتس يعني الذين اتهموا بالفساد تم تبرئة الكثير منهم، والبعض الذين اعترفوا بما عليهم وقاموا بالتسوية وفرج عنهم، الآخرون الذي أكدوا على براءتهم وأصروا عليها سيحالوا إلى القضاء. فالتسوية تمت قبل ذلك، فالإجراءات تسير هكذا. الشرطي يقبض على شخص مخالف، يؤديه للنيابة العامة، النيابة العامة تحقق معه، قد تحيل الموضوع إلى القضاء، القضاء يحقق معه، ثم تصدر الأحكام. هذا يحدث دائما، حتى في قضايا الإرهاب تمت محاكمة الناس في محاكمات علنية. صحيح. حضرتها منظمات حقوقية، حضرتها جهات عالمية. تفضل دكتور عبد العزيز. نعم، دعني فقط مداخلة، ملاحظة بسيطة. ولكن بعض الشخصيات المعروفة السياسية في المملكة العربية السعودية سواء من الأسرة المالكة أو المسؤولين الوزراء، يحق لهذا الإنسان المتهم أن يدلي بتصريح صحفي أو تلفزيوني. على سبيل المثال أمير الوليد بن طلال، إلى الآن كل ما قيل عن الوليد بن طلال كلها إشاعات، لم نستمع أبدا إلى الآن، لم نقرأ له تصريح واضح، لم نعرف وجهة نظره بهذا الاعتقال، بهذه الإجراءات التعسفية. أيضا للإنسان مواطنة ولا كرامة ولا كل شيء. أنا لا أتكلم على أمير الوليد بن طلال، وإنما أتكلم على مجمل المعتقلين، معتقلين الرأي السياسي. أعطيك على سبيل المثال صديق لي، الشيخ حسن فرحان المالكي. هذا الرجل إنسان أكاديمي باحث، لا له علاقة لا بالطائفية ولا بالمذهبية ولا شيء. إلى الآن تم يعني سجن هذا الرجل، لم يتكلم، ليس له أي توجه سياسي، لا مع ضد السلطة، رجل سلام ومحب. إلى اليوم لا أسرته مستطيع أن تتواصل معه، لا تستطيع أسرته أن تتكلم معه. هذا رجل أكاديمي. فاليوم أنت لما تقولي عن إجراءات، نعم كلامك جميل، كلام بصورة عامة كلام رائع جميل، نتمنى العدالة، نتمنى هذه الطريقة اللي أنت تفضلت فيها السلم في قضية الاتهام، ومن ثم النيابة والمحاكمة الشفافة العادلة. ولكن هناك أصوات عالمية وصحف عربية وعالمية تتهم بأن هناك انتهاك لحقوق الإنسان، هناك قمع للرأي، هناك إجراءات تعسفية. أنا لا أتهم جزافا، أنا أتكلم عن صحف، وأتصور أن أنت قرأته، أنت إنسان مثقف ومطلع وتعرف هذا الشيء، وأنا ما ألومك ولا أتهم. أنا أتمنى العدالة يا سيد العزيز. دعنا نتكلم بكل صراحة، أنت من المملكة العربية السعودية، والمملكة لها مكانة كبيرة في قلوبنا كخليجيين وكعرب، وهي الشقيق الكبرى دول الخليج العربي. هناك مشكلة، ويجب عليك أنت كإنسان مثقف تطالب أيضا بهذه الشفافية وهذه العدالة. اليوم ما يحدث في المنطقة لا تريد مزيد من الاحتقانات والاصطدامات.
اليوم يتكلمون في المملكة العربية السعودية والإعلام السعودي يروج للحرية والديمقراطية في سوريا وفي العراق وباركتم الحراك الشعبي في إيران، لا بأس لا ضير، ولكن أيضا في المملكة العربية السعودية هناك مشكلة كبيرة. أنا لا أتكلم عن مكون الأمراء، أتكلم عن كل مواطن اليوم، كل سجين رأي، أين كل هؤلاء الكمية الكبيرة من الأكاديميين ومن الصحفيين ومن الأمراء؟ مش معقول اليوم خلال بس حكم الملك سلمان اليوم فقط في هذه الفترة اكتشفت في المملكة العربية السعودية بأن هناك جزء كبير من النخب والمثقفين والأمراء فاسدين. هذه مشكلة يا أستاذ، دعنا نتكلم بكل صراحة. طيب من يحاسب الحكومة؟ من يحاسب اليوم على التسريبات الأمريكية عندما يقولون فلان أمير حصل على يخت وفلان أمير حصل على لوحة غالية أو بيت في المكان الفلاني؟ أنا أتكلم بصورة عامة، كل هذه أسئلة وكل هذا الشيء يدعو بأن هناك خلل في المنظومة ككل وهناك فساد. يا سيد العزيز لا أستطيع أن أتهم أي إنسان قبل أن أرى نفسي، أنا لا أتهم أحد، أنا أيضا كمحامي لا أتهم أحد، ولكن أتكلم عن الشفافية. دكتور خالد أتمنى فعلا أن تكون منصف حتى في الكلام. رجاء أن الوقت ضيق جدا. دكتور خالد يمكن أن ترد، تفضل إذا كنت تريد ذلك. ويفترض أن هذه كانت مداخلة قصيرة بين قوسين. معلش احنا أنت أحييك على صبرك واستماعك بهدوء لكل هذا الرأي الطويل. تفضل إذا كان لديك تعليق. أعتذرك يا أستاذ خالد. تفضل يا سيدي. كريم يا استاذ خالد، المواضيع تشتتت، خلينا الله يسلمك. العفو دكتور عبد العزيز، يعني خلينا اركز على بعض المواضيع لان الوقت لا يسمح لمناقشه كل هذه القضايا التي ذكرت. في اي دوله في العالم اثناء التحقيق لا يجوز لاي طرف ان يتحدث الى الاعلام، هذه فتره ايقاف وتحقيق، ثم عندما يصل الامر الى المحكمه يستطيع المتهم أن يتواصل مع محاميه وأن يصل إلى ربما يتواصل مع والإعلام يحضر، ثم بعد ذلك تتاح الفرصة له فيما إذا أدين أو لم يدان أن يتكلم. أو فإحنا الآن في مرحلة الإيقاف، لسه ما وصلنا إلى مرحلة الحكم حتى يحتج الشخص. أو فلذلك الطبيعي أنه أثناء التحقيقات لا يتم الإعلان عنه. القضايا التي تنشر في الخارج لماذا نأخذها بهذه الجدية؟ يعني أنت تعرف أن هناك اتهامات لا تخطر يعني لا تعقل في لأي إنسان. يعني عندما قالوا حبيب العدلي مثلا مستشار الآن في الداخلية ويقوم بالإشارة عليهم في تعذيب المتهمين، هل يعقل هذا؟ ثم اتضح أنه حبيب العدلي في القاهرة وأنه في اليوم التالي كانت له إشكالية مع الدولة هناك. عندما قالوا أن هؤلاء الأمراء يتم تعذيبهم واستقدم أناس من الخارج متخصصين في عمليات التعذيب، خرافة. يعني لا يخطر ببال إنسان أن يصدق مثل هذا هذا أي دكتور خالد، هذا الكلام يقال ونسمعه من أوساط وجهات كثيرة هو نتيجة ما قال ضيفي من الكويت، انعدام الشفافية. ليست هناك مصادر سعودية توضح الأمر بشفافية للناس، ليس للخارج، حتى للشعب السعودي نفسه. أنا لي تحفظ على هذا الكلام. الحقيقة أن الأمير محمد بن سلمان لديه شفافية عالية، يعني نفس أولئك الناس. النيويورك تايمز جاء توماس فريدمان التقى بالأمير 4 ساعات وبكل الوزراء، طرح كل الأسئلة دي عليه. بي بي سي دخلت الريتس وقابلت الناس، العديد من الصحف جاءت والتقت وحضرت وشاهدت وسألت. نحن في الداخل الأمير في أكثر من مناسبة يجتمع بالصحفيين والإعلاميين والحقوقيين ورجال الأعمال والجميع ويتكلم معهم بشفافية عالية. لم نكن نرى من قبل هذه الشفافية أن يطلع في العربية أو في القنوات المحلية ويجيب بكل صراحة. أريد منك أن ترد يا أستاذ خالد على ما قال أستاذ الدكتور عبد العزيز من الكويت، أنه هناك حالة قمع للرأي. سوف أعود لك دكتور عبد العزيز. حالة قمع على الرأي أريد الدكتور خالد يجيبنا عنها. إذا كان الأمير وهو الأمير يحتج يسجن ويحاكم ويعتقل، تصور لو خرج مواطنين بسطاء إلى قصر الحكم، ماذا سيكون مصيرهم؟ نفس المصير، لأنه نحن لم ندعي في يوم من الأيام أننا ديمقراطية كالديمقراطيات الغربية وأنا لينا حق التظاهر وحق التجمهر. ليس لدينا. طيب ليش الإيراني؟ السعودية صار لها أسبوع وهي تقول للعالم هذول الإيرانيين مساكين، النظام الإيراني يقمعهم وهذول لازم يحتجوا ويطالبوا بحقوقهم وإحنا لازم ندعمهم. طيب الإيراني ليش من حقه يحتج والسعودي ما له حق؟ لا لا لا
غير صحيح يا أستاذ كمال. أعطيني تصريحا واحدا لمسؤولا سعوديا في هذا الشأن. لا هو الإعلام السعودي ليس الإعلام الرسمي، الإعلام السعودي، ولا نتحدث عن المصادر الرسمية. يا سيدي الإعلام حر. لا كل الإعلام والمزاج والشارع الخليجي كله. ولا هذا لا يلزم يعني لحظة الدكتور عبد العزيز وأنتم تطالبون بحرية الرأي، وعندما يكون لنا رأي مختلف عن الحكومة تقولون أن هذا رأي الحكومة. هذا ليس رأي الحكومة، الحكومة ليست ملزمة. لا لا العفو أستاذ خالد، أنا يعني خالد مثلا أستاذ خالد أحمد عدنان ثانية واحدة اسمح لي، عبد الرحمن الراشد اسمح لي بس أقول هذه الكلمة لو سمحت، الأستاذ عبد الرحمن الراشد وعثمان الأمير وآخرين قالوا أن علينا أن لا نقبل بهذه الثورة، وأن هذه الثورة في إيران ليست في صالحنا، وأن يعني انهيار النظام ليس في صالحنا. خرجوا آخرين من بينهم عبد العزيز قاسم، أحمد عدنان، خالد باطرفي وغيرهم، وقالوا بغير ذلك، وقالوا لا هذا النظام لا حل له إلا أن يتم تغييره. هل هذا رأي الحكومة؟ ليس رأي الحكومة، هذا رأينا نحن يا سيد العزيز. دكتور خالد اعتذر منك، من حرية الرأي أن نتكلم عنه. فلنسمع الدكتور عبد العزيز، تفضل دكتور. أولا الرأي الرسمي للحكومة، النظام الحكومة في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج دعمت كل ما يسمى الثورات في المنطقة في سوريا وغيرها. ويكفي بأن التصريح الرسمي لعادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية في كل مناسبة يتكلم بأن ندعم الشارع، ندعم الحرية، ندعم الديمقراطية، ندعم الاحتجاجات في سوريا، هذا رأي رسمي لا نستطيع أن نغيب، لا نستغفل الجماهير. الجماهير أذكى من أنظمتنا العربية برمتها، هذه واحدة. اثنين، عندما تقول يوم تم إيقاف أمير أو تم إيقاف مواطن أو إنسان تجاهلته، يا أستاذ العزيز انتبه لقضية معينة، التشهير بأي مواطن أو أي أمير أو أي إنسان أو أي إنسان حر في العالم قبل أن يصدر بحقه تهمة أو حكم نهائي من محكمة هي بحد ذاتها جريمة قانونية، جريمة وفضيحة. عبر الوسائل عندما تقول فلان فاسد دون أن تقدم، هذا تشهير إنسان لمركزه الاجتماعي، لمركزه الأسري، لمركزه في كل مكان، لعلاقات التجارية، لعلاقات الاقتصادية، لأسرته، لا إلى آخره. هذه بحد ذاتها يا سيد العزيز مشكلة. باختصار مشكلتنا بأن هذه الأنظمة تطالب الديمقراطيات في الخارج وهي عاجزة بالداخل أن تلبي حاجة الجماهير العربية. طيب والخليجية. أنا أسألك سؤال، أنا أسألك يعني سؤال دكتور عبد العزيز. طوفان استبداد. سؤال وأجبني باختصار، أنت إجاباتك تفضل. طويلة وأمامنا دقيقتين قبل من أن ينتهي البرنامج. نعم. الآن هذه الاعتقالات كيف ستؤثر؟ أنا ظلمت في هذا اللقاء أساساً. سوف كيف ستؤثر هذه الاعتقالات على تماسك العائلة السعودية برأيك؟ هناك من يرى فيها هي انعكاس لصراعات داخل الأسرة، وأنه هو مكافحة الفساد وما يجري هو مجرد ذريعة لإخضاع أجنحة العائلة وتحضيرها من أجل تولي الأمير الشاب سدة الحكم. باختصار احنا نتمنى للمملكة العربية السعودية كل خير، ونتمنى للأسرة الحاكمة أن تترابط وتنبذ هذه الخلافات وأن تحتكم إلى العقلاء في المملكة العربية السعودية، وتكون هناك يعني مكاشفة، ولا نتدخل أبدا في الشأن الداخلي في المملكة العربية السعودية خصوصا ما يتعلق في الأسرة الحاكمة. نتمنى أن تترابط، نتمنى هذه الخلافات لا تظهر بالعلن، أن لا تكون عبر شيء، لأن تنعكس على الشارع الخليجي وعلى على البيت السعودي في المملكة العربية السعودية الداخلية. نحن لا نعادي أحدا، ولكن نريد الشفافية والديمقراطية والعدالة للشعب ولكل مواطن مظلوم في السجون. نريد أن نتيح فرصة أخيرة لدكتور خالد بطر في حول هذا الموضوع تحديدا، موضوع أنه الأمر مجرد صراع على السلطة وانعكاس للخلافات داخل أجنحة الأسرة باختصار. لا غير صحيح، جميع هؤلاء الأمراء بايعوا الملك والأمير محمد بن سلمان، وهم ليسوا في مناصب حكومية عالية، وبالمناسبة لم يعلن عن اسم أي منهم، لا الذين في الريتس ولا الذين تم القبض عليهم مؤخرا، مراعاة لما ذكره الدكتور عبد العزيز من عدم التشهير بهم. وفي كل مرة كنت أسأل في هذه القناة وفي غيرها عن أسماء وعن تكهنات، كنت أقول بأنني سأعاقب لو أعلنت أي اسم أو تكهنت بأي اسم، لأن هذا يعتبر تشهير، والشرع لا يمنع هذا والنظام يمنع ذلك. شكرا جزيلا لكما إلى نتيجة التصويت.
في نتيجة التصويت في السؤال المطروح في صفحتنا على موقع تويتر @RT Arabic، هل ترى في اعتقال 11 أميرا حزما سعوديا في إنفاذ القانون؟ على الجميع 76% ممن شاركوا في هذا التصويت أجابوا بنعم على هذا السؤال، 24% ممن شاركوا في هذا التصويت أجابوا بلا على هذا السؤال. التصويت متواصل في موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com، بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا والإجابة على هذا السؤال. في الختام أشكر ضيفي الكريمين من جدة الأكاديمي والباحث السياسي خالد باترفي، ومن الكويت الإعلامي والخبير القانوني الدكتور عبد العزيز بدر القطان، شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في اسأل أكثر لنهار اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.